السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف برنامج من برامج البيم القوية. ده برنامج اسمه اي اف سي بيلدر من شركة اسمها سايب. البروجكت تقدر تحدد الاورينتيشن بتاعك، مثلا اهو الاتجاه بتاعه، تمام. عايز تحدد الفلور والجروب وعدد الادوار، سهل جدا تحدد الادوار، تضيف دور، تعمل ايديت للدور، تعدل موف ذا بيلدينج اب فلور وهكذا. فتلاقي عايز تضيف نيو فلور جروب، سهل جدا تختار وتقول له اكسبت، وتقدر تحدد الارتفاعات لكل دور. ده الهايت بتاعه تقدر تعدل فيه، الايديت تعدل الاسم بتاعه، نقدر نقول له اكسبت. طيب نقدر بقى نقول له انا عايز اعمل كوبي للجروب كله او موف ذا بيلدينج. هتلاقي تعمل معاه سهل جدا وبسيط. البوينت كلاود، لو عندي بوينت كلاود اقدر ان انا احملها واقدر ان انا اتحكم في الزور بتاعتها، ودي الحاجات بتاعت السنابس في اند بوينت ميد بوينت زي ما احنا متعودين، ودي اللي رات تقدر ان انت تخفي وتظهر، وهي نفس فكرة الفيزيبيليتي في الريفيت اركتكتشر. تقدر ترسم كل اللي انت عايزه، وكل ده البرنامج كله مجاني. ممكن اقول له ان انا عايز وول، او مثلا انا عايز اكسترنال وول او بارتيشن او بيزمنت وول وهكذا، كل الانواع الحوائط اللي موجوده، وتقدر تعمل لها ايديت وموف زي ما انت عايز. تقدر تعمل نوع تاني من الحوائط لو انت حابب، وتقدر تقول انا عايز ارسم من اليمين او شمال. بسهوله جدا تقدر ترسم اللي انت عايزه. والسبيس تقدر تعمل نيو سبيس او اديت او موف كوبي نيو سبيس. تقدر تختار التايب بتاع السبيس، تقدر تعمل تايب جديد. الريفرنس بتاعك بعد كده تعال ندخل على اديت. لو انت عايز تعمل ايديت لاي عنصر تقدر تعمل له كوبي او موف او روتيت ديليت. الموديل ده بقى لما تعمله تقدر انت تسيفه اي اف سي، وتقدر تشتغل بيه على اي برنامج من البرامج. ميزة ده ان هو مجاني، تقدر ان انت تعمل موديل المعماري بتاعك كاملا، وبعد كده تقدر ان انت تعمل بقى اناليسيز للفاير، اناليسيز للحريق، كل اللي انت عايزه. الفكرة ان هو يقدر يشتغل على اي برنامج من البرامج بتاعه البيم عادي بدون مشاكل خالص، وتقدر تشوف ال 3D لو انت حابب، وتقدر ان انت تعمله ابديت على السيرفر بيم سيرفر دوت سنتر، او تعمله شير. دي الغرفه اللي احنا لسه عاملينها من شويه. تقدر تخفي وتظهر الفاسات اهوت البارتيشن، تعالى كده وقول له انا عايز اعمل اكسبورت للاي اف سي. الاي اف سي معروف ان هو من الامتدادات اللي بقوله في كل برامج البيم، فتقدر انت تصدرها. ممكن تصدر معاها الكوانتيتي، وممكن تصدر دي اكس اف كمان لو انت حابب.